مرحبا، رح نعمل مع بعض كعكة الأناناس. أول إشي، أول ستيب بدنا نعملها إنه إحنا عنا معلقتين صغار من الزبدة، رح ندوبهم بقالب الكيك. عنا 150 جرام سكر بني وأناناس القطع الحبات اللي زي هيك. هلأ بعد ما دوبنا الزبدة رح ندير السكر البني ونخليه فوق الزبدة، نوزعه مظبوط عبين ما يصير كراميلايزد. هلا بعدنا نشوفها شوي غلا، رح نطفي النار ونبلش نحط حبات الاناناس. هلا لاحظوا كيف صفينا الاناناس. هلا رح نروح نحضر الكيك مع بعض. هلا مكونات الكيك، عنا كوب وتلت من الطحين المنخول، 3/4 كوب حليب، 1/3 كوب مرجرين او زبدة المرجرين، كوب من السكر، فانيلا معلقتين صغار، رشة ملح، بيض عدد واحد، ومعلقة ونص صغار بيكنج باودر. هلا رح نبلش نخلط مكونات الكيك. أول إشي خلطنا الزبدة، السكر، والملح، رح نخلطهم مع بعض حتى ينخلطوا منيح. هلا ضفنا البيض، رح نضيف الفانيلا كمان. نخلطهم منيح. هلا بنبلش ندير الطحين تدريجيا. رح ندير هلا شوية حليب. هلا احنا خلطنا الطحين مع البيكنج باودر ودرنا كل كمية الطحين اللي عندنا، رح نخلطها بالايد عشان نطلع منها البابلز او فقاعات الهواء اللي موجودة. بعدين بنضيف باقي كمية الحليب اللي عنا. هلأ صارت الكيكة جاهزة، رح نديرها فوق الاناناس والسكر البني اللي احنا حضرناه من قبل على النار، وندخلها بفرن حرارته 180 درجة لمدة 35 دقيقة ل 40 دقيقة، او لما تشوف وجهها صار لونه على لايت براون هيك يعني على شقار. هلا هيك صارت الكعكة عنا جاهزة بعد ما طلناها من الفرن. نستنى عليها شوي لتبرد بعدين نقلبها. قلبها مش اشي سهل كتير، بس لازم تطولوا بالكم، لازم تحززوا الجوانب منيح عشان تنقلب معاكم. صحتين وعافية. كعكة كتير زاكية واكيد راح تحبوها بس تجربوها. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.